التنسيق وانه يبقى في مظله بتجمع كل هذه الجمعيات كعمل مؤسسي، ده افضل من وجهه نظرك؟ اه طبعا، ده لان هو ليه اضافه قويه جدا. اولا هو من بدايه انطلاق ان عام 2022 هو عام المجتمع المدني، وانا سيادة الرئيس سياده قال الرئيس هيكمل عبد الفتاح في السيسي. 23 على فكره. اه طبعا طبعا مكملين ومكملين بكل الفئات القويه اللي احنا شغالين فيها. طبعا التحالف الوطني اصبح في وجهه نظري هو ضلع ثالث في التنميه، خاصة في تنمية الدولة المصرية، وانك تجمعي هذه المؤسسات كلها ويبقى في التحام وفي اتحاد ان كلهم عايزين يساعدوا البلد ويساعدوا المواطن. ايوه، وفي ظل كمان مد الحماية الاجتماعية للشرائح الاولى، كل الشرائح الاولى بالرعاية معانا والاسر الاكثر استحقاقا، دي كده بتدي رسالة طمأنينة للناس، ما تقلقوش احنا كلنا ان شاء الله في خير، مش عايزين الناس تقلق. طبعا كل التكاتف اللي حصل ده كل مؤسسه بتدعم الاخرى، يعني ايوه الاورمان ايوه متميزه في حاجات كتيره جدا، احنا متميزين في حاجات اخرى، فطبعا كل ده عامل نوع بيعمل تضافر، تكامل. تكامل تضافر للجهود. ايوه، خاصه كمان ان الحمايه الاجتماعيه مهمه جدا في الظروف اللي احنا فيها، لان حزمه الاقتصاد الاصلاحات الاقتصاديه اللي اتخذتها الحكومه في الفتره السابقه او عامه في كل حكومات العالم، ايوه حزمه الاصلاحات الاقتصاديه دي بيبقى ليها عبء كبير بيقع على المواطن البسيط، وده شيء طبيعي بيحصل. فطبعا كان لازم يبقى في دور نتدخل بيه ان احنا نمد ظل الحمايه لازم الاجتماعيه من يبقى خلال هذا. طبعا متصدر المشهد. وطبعا تزامنا مع كتير جدا من الازمات اللي عادت بها الدوله المصريه، وانطلاقا من سياده الرئيس يعني ادى دعم قوي جدا لدعم مسيره بناء الانسان، ايوه، كان لازم التحالف الوطني يبدا يشتغل خطواته، وخطوات واضحه على الارض. الناس بتشوف كل يوم قافل ستر وعافيه، مبادره خيرك سابق، صحيح، المبادره الجميله كتف في كتف، ايوه. حضرتك بتحسي حتى في وجوه الناس فيها بهجه، يعني قلبها فعلا فرحان هو بالحاجه دي. احساس برضو الناس انه في ظل الظروف العالميه الصعبه دي ان الدوله شايفاهم وان المجتمع المدني موجود على الارض وحاسس بيهم، ده مهم، خلينا نقول ده برضو دور ان ده مهم تحدي كبير للدولة، طبعا. الدولة عشان تقدر تحقق التوازن ما بين حزمة الاصلاحات الاقتصادية وما بين مد ظل الحماية الاجتماعية للمواطن، ده بتبقى محتاجة تحدي كبير. فدولة زي مصر لازم نكون معترفين ان مصر اولا بدأت تواجه الارهاب هي لوحدها، محدش ساعدنا أيوة، ولا حد كان بيعترف بيه في الاول، صحيح. ومصر وقفت صامدة لوحدها، وكانت بداية الدولة استلام القيادة السياسية للدولة كانت متهالكة سياسيا واقتصاديا، ده كان عيب كبير جدا انك بتبني جمهورية جديدة وبتبني دولة جديدة، فكان لازم في صعوبات بيتحملها معانا المواطن البسيط. احنا دلوقتي الايد اللي بتطبطب عليه وبتقول له احنا معاك، اطمئن وربنا ان شاء الله معانا باذن الله. يا رب.